خلينا بس ناخد رأي الأستاذ أحمد السيد في المباراة، ونتكلم عما حدث في المباراة ولقطة المباراة اللي هي ما بين الشناوي وما بين عصام الحضري. أستاذ أحمد السيد، السلام عليكم. عليكم السلام يا أستاذ عبد الناصر، منور الدنيا وكل الناس المحترمة، بحييك وبحيي كل متابعينك. يعني خليني أبدأ معاك من اللقطة المهمة اللي هي لقطة الشناوي، وخليني أسمعكم اللقطة بالتفاصيل بتاعتها من معلق المباراة، طبعا مش الكابتن أحمد شوبير لأن ما ادهاش أهمية. كابتن أحمد شوبير كان مركز في موضوع الكاميرات والمتحدة، وبيبرئ المتحدة كأن هي كأن يعني المتحدة مودينا القمر، وإحنا بنصور تصوير أسوأ من اللي إحنا شفناه مليون مرة. يعني خلينا نحترم الناس، يعني نسمع ونشوف يا أستاذ أحمد وتعليقك، وماذا لديك من الكواليس؟ أنا عارف إنك أنت عملت اتصالات وقدرت توصل لبعض المعلومات في هذا الموضوع، وهل الحضري كان مصمم إنه يلعب الشناوي وهو مصاب، وهل لعب الشناوي مصابا في المباراة الأولى والمباراة الثانية، ولا رجعت له الإصابة بعد المباراة الأولى؟ يعني أعتقد إنك أنت عندك معلومات مهمة في هذا الشأن. نسمع بس الحتة دي يا جماعة، نسمع بس الحتة دي علشان بس إيه نبني عليها كلام كتير جدا 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 في هذا الموضوع. يشير بأنني لم أكن جاهزا، فلماذا المجازفة؟ نشوف يا جماعة اهو. ناصر الجهاز الفني. الشناوي يبدو بأنه يشير بأنني لم أكن جاهزا، فلماذا المجازفة؟ 25 دقيقة. أهو اللقطة واضحة، خدنا ثواني اللي هي يعني متاحة لينا عشان الحقوق، وهنا فريق الإعداد بتاعنا وضح لنا في 3 لقطات رفض الشناوي السلام على الحضري، وكانت تعبيرات الشناوي واضحة جدا، وشفايفه بتعبر عن أنا قلت لك ملعبش وكمان ما شوتش. يعني ما وصلني من الكواليس إن كان الحضري مصمم إن اللي يشوت الشناوي، الشناوي أصلا ما كانش عايز يلعب المباراة، ده اللي وصلني من الكواليس. ولكن المشكلة إنه كمان كان مصمم إنه يخليه يشوت. طيب هل في أزمة؟ هل تعمد الحضري ذلك؟ لماذا كل هذا ومن يحاسب الحضري؟ معرفش يا جماعة. الحضري قلنا نقص الخبرات سيكلفنا كثيرا. الحضري قاعد على الدكة ومستني يلعب، مش مدرب، يعني الحضري مستني يلعب. شايفين الصورة الأولانية معبرة جدا، الرياكشن أنا قلت لك ما لعبش، والتانية وما شوتش، والتالتة راح الكابتن وائل جمعة اهو زي ما انتم شايفين، ومستر كروش يراضيه. وهنا بتأكد انفراد العبد لله الوحيد في مصر اللي قال ان البوسة اللي تنقلتها وكالات الانباء بتاعت الحضري على رأس الشناوي كانت بتعليمات من كروش، الوحيد في العالم العربي اللي قال ده، وانا جايب المعلومه من قلب برج العرب وانا هناك، لاني كنت في اسكندريه، من قلب برج العرب. وقلت يا جماعه كان واضح المقاومه من دماغ الشناوي. النهارده تاكدت من معلومه ان غضب الشناوي كان انه بيلعب مصاب، والناس اللي قالت الشناوي تمثيليه عاملها عشان اسكا وشريف، النهارده لو شفت حد من الناس دي يا ريت تقلع له الجزمه وتضربه بيها. اه والله العظيم يا جماعه، لو حد شاف حد من الناس دي يديله بالجزمه لا مؤاخذه. النهارده خروج الشناوي مصاب قصف جبهه للحضري ولا بد ان يحاسب، وكل هبيد قال لك تمثيليه ومش مصاب، وكان الغرض ان ابو جبل فزعل، وناس تانية علقت قالت شريف وقفشه، وناس قالت لك مش عايز يقعد احتياطي. النهارده اهو بيقول له انا قلت لك ما لعبش، يعني مش معترض انه يقعد احتياطي. ادي اول ضربه لمجموعه هبيده فاشلين ما لهمش لازمه. ما قلت لك ما شوتش، ادي تاني هبده ان الراجل بينه وما بين الحضر خلاف. السلام السلام ما بين ال وائل جمعة المدير المنتخب
وما بين كروش في الصورة الثالثة بتؤكد ان العلاقة قوية ما بينهم، ولكن في شيء ما النهاردة اتفضح بيه عصام الحضري. حد قبل ما احمد يعلق ويقول ما لديه من معلومات يقول لي ايه؟ يقول لي تحازم الحديدي وكيل الشناوي والحضري الاثنين، قال لك الحضري عم تاريخ عظيم والشناوي لا ينقصه نجومية. سيبك من الطبطبة، حازم راجل بياكل عيش بتاع اعلانات، سيبك من الطبطبة والكلام اللي ملوش لازمة، احنا هنا في التلفزيون هنقعد نطبطب يا حازم يا حديدي. الدنيا النهاردة اتفضحت، هتطلع تقول ايه؟ انت وكيل الاثنين عايز تحافظ على لقمة العيش، اللي يتكلم يحترم لو سمحتوا عقول الناس ويحترم عقولنا، بلاش القوانطة دي. الحضري وراء اللي حصل للشناوي، اتفضل يا استاذ احمد. بحقيقة يا استاذ عبد الناصر على تحليلك للقطة اللي لما ما استغرقتش اكتر من 5 ثواني تقريبا، والصورة المجمعة اللي حضرتك بتقولها وهي فعلا كده، يعني الشناوي بيقول لحضري انا قلت لك مش هقدر، بيعمل بحركة ايده برضه، وقلت لك الشوط ان هو يبقى مسؤول عن تسديد الضربات المرمى هتعمل له مشكلة. هو ده لسان حال الشناوي، خرج غضبان، خرج منفعل، كان باين كمان في تعبير وجهه مع كلامه وحديثه مع عصام هو كانه بيثبت للجميع انه كان عنده وجه حق. ده تحليل اللقطه، لقطه ما خدتش 5 ثواني. كل ما حدث ان محمد الشناوي اصيب بشد في العضله الخلفيه، وبناء عليه تم تغييره في المباراه. الراجل سلم وبيقول للحضري اوف ثواني، الدقيقه 26، انا قلت لك مش هقدر كمان بشوط يا جماعه، ما ينفعش. سلم على وائل جمعه وباقي الجهاز وطلع في قمه غضبه، وانت تعلم ان الشناوي عنده كميه ثبات انفعالي رهيبه، راجل عمره ما بيبقى منفعل ابدا. لما تشوف الشناوي بالانفعال ده، تعابير الوجه دي، اعرف انه شايل ومعبي زي ما بيقولوا، لان الشناوي في قمه الثبات الانفعالي يعني. فخلينا نرجع كده من الكواليس. اولا اصابه الشناوي، وهنا اعتقد على الجهاز الفني للمنتخب المصري الاعلان بشكل واضح عن المسؤول عن اصابه الشناوي. الشناوي كده التشخيص المبدئي هو شد في العضله الخلفيه، لما يرجع باذن الله خلال الساعات القادمه هيتعمل له اشعه، هيتحدد فتره غيابه اللي من حوالي 10 ايام وربما تصل لشهر. انت متخيل ممكن شهر الشناوي غيب عن الملاعب؟ طبعا ده وفقا لحالة شد من الدرجة الأولى ولا الثانية، والأمور هتبقى واصلة ازاي. فلو بنتكلم على غياب الشناوي حتى هذه اللحظة من حوالي 10 أيام لشهر وفقا للأشعة اللي هيعملها، بشكل كبير الشناوي بيغيب عن بعثة النادي الأهلي للنيجر. طبعا الأشعة هي اللي هتحدد، ولكن بشكل كبير ربما يغيب عن السفر مع بعثة النادي الأهلي للنيجر. طب الكواليس بقى ما قبل هذه الإصابة. الشناوي لعب مباراة ليبيا الماضية في برج العرب وهو يشعر بآلام في العضلة الخلفية، وقال الجهاز الطبي وقال الجهاز الفني وقال عصام الحضري عذرا للمقاطعة يا أستاذ أحمد، يعني يا ريت تنوه إن ده اجتهاد وصلت له، وإن كان في تواصل مع أحمد أبو قبلة. قول مصادرك يا أحمد، إنك أنت بتتكلم، أنت راجل مبتعد، إن ده مش اجتهاد، هي معلومات، وإن الشناوي والشناوي تواصل مع أحمد أبو قبلة، وأحمد أبو قبلة طبيب الأهلي كان عارف إن الشناوي عنده شد قبل المباراة الأولى. ده حقيقه. وخليني اقول لك، يعني احنا رجعنا للجهاز الطبي للنادي الاهلي، رجعنا المسؤولين في النادي الاهلي في جهاز الكوره، رجعنا المسؤولين في النادي الاهلي علشان نوصل للمعلومات اللي احنا بنقولها، يعني حتى بدون ذكر اسماء، لان النادي الاهلي في حاله استياء شديده جدا 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 من اصابه الشناوي، وربما يكون في مخبر رسميه من النادي الاهلي لاتحاد الكوره لمعرفه اسباب الشناوي والامر اللي دفع يتم الاعتماد عليه في هذا اللقاء وهو مصاب، وهيبقى فيه مساءله، ومش عايز اقول تحقيق، لا مساءله مع الشناوي، ما حدث قبل اللقاء، هل لعب ومصاب ولا لا، ما حدث بعد اللقاء. النادي الاهلي بالبلدي كده الموضوع ده مش هيعدي على خير، لان النادي الاهلي مستاء جدا، لان لو شعر انه هيكون فيه ولو سم التراخي سواء من الجهاز الفني للمنتخب او من اللاعب نفسه، لان في الاخر كده الاهلي هيفقد اللاعب ربما مده تصل لشهر، ففي الاخر الاهلي هو المتضرر، واحنا بنتكلم على احتراف. فالنادي الاهلي يعني بمجرد نهايه المباراه، دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي وكابتن طه عبد الحفيظ مدير الكوره تواصلوا مع اللاعب،
اللاعب خلال ساعات لما يرجع للقاهره هيتعمل له اشعه علشان يتحدد فتره غيابه. نادي الاهلي هيجتمع الجهاز الطبي مدير الكوره مع الشناوي، ده اجتماع خلال ساعات لمعرفه. خلي بالكم يا جماعه عشان الكلام ده معلومات اهو، ارجو من السوشيال ميديا يكتبوا ده على مسؤوليه كوره بلدنا. الاهلي يجتمع مع الشناوي بمجرد وصوله من ليبيا ليستمع الى كل تفاصيل اصابته من بدايه المعسكر وحتى المباراه الثانيه في بني غازي. اثنين، برضي على مسؤوليه كره بلدنا النادي الاهلي يرسل رسميا، جاءني الان تاكيد كلام الاستاذ احمد السيد وده خاص لينا وانفراد اهو، جاءني تاكيد. ما حدش يتكلم في الموضوع ده خالص. لا جاءني تاكيد لكلامك، الاهلي سيخاطب الاتحاد المصري لكره القدم لمعرفه تفاصيل اصابه الشناوي بعد الاستماع الى محمد الشناوي عن طريق الجهاز الطبي، وسيخاطب الاهلي رسميا اتحاد الكوره للوقوف على كل الاسباب الخاصه بهذه الاصابه. وان من الاخر بالبلدي، لو تاكد الاهلي انه تم الدفع بالشناوي مصاب سيكون هناك تصرف وسيكون هناك شيء مهم جدا في تعاون كبير مع الكابتن وائل جمعه ومع النادي الاهلي. واي حد يقول لك كلام غير كده ما تصدقوش خالص. ايوه، وفي تواصل ما بين الكابتن أيوة بالظبط مدير الكوره والكابتن وائل جمعه مدير الكوره في المنتخب، علاقه احترام متبادله ما بين الطرفين كاجهزه حتى، يعني مش مجرد اشخاص. ولكن انا بدي لك الوضع في النادي بس الاهلي. بس خلي بالك بس، انا عشان عايز اقف لاول رد فعل من وائل جمعه، احنا قلنا لكم اهو بننفرد معاكم باول رد فعل من النادي الاهلي. الاهلي سيجلس مع الشناوي بمجرد وصوله من ليبيا لمعرفه تفاصيل الاصابه. الاهلي سيخاطب اتحاد الكره رسميا، ده تعاون، مش الاهلي مش هيعاقب الاتحاد حكم، حد يفهم غلط، ده تعاون حتى الاهلي يحافظ على اللعيبه بتاعته، في تعاون ما بين الكابتن سيد وائل جمعه. طيب اول رد فعل وائل جمعه، الكابتن وائل جمعه قال يا جماعه الخير ما كانت في شد ولا حاجه ما بين الشناوي وما بين الحضري، ده كان بيشرح الاصابه. الكابتن وائل جمعه له ان يقول ما يريد لانه يعمل على استقرار منتخبه، ولكن ما نقوله نحن ده انفرادات من قلب الملعب، وهيكون معانا منذر المتجول من ليبيا لانه هو في الملعب وتليفونه غير متاح، ونقل لنا حرفيا انه سامح من اللي وهو قاعد في الملعب ان الشناوي قال انا قلت لك ما شوتش، انا قلت لك ما شوتش، ده اللي سمعه صديقنا الاعلام الليبي منذر المتجول في الملعب. اتفضل يا احمد. واحنا يا استاذ عبد الناصر احنا ما قلناش ان كان في مشاده ولا في خناقه ولا في اي حاجه، لا احنا بننقل الوضع الحقيقي. الوضع الحقيقي، هل الشناوي خارج من المباراه سعيد مبسوط؟ لا، الراجل خارج في قمه غضبه، في قمه حزنه، الراجل كان مصاب ومبلغ وتم التحمل على الاصابه ولعب وشارك، ورغم كده كان اللي جاني استمارة هو اصابته بهذا المشهد. حقيقه برضه الامر انا لا، بس بعد اذنك بس عايز ارد على الكابتن سيد عبد الكابتن وائل جمعه متعاون مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، ولكن انا مع الاستاذ سمير اللي بيقول خانوا التعبير. ايوه الصوره ما بتكذبش، بعده عشان اللي يبقى قوي لانه هنا ضعيف، حطه وقربه من البلكونه او حطه على البلكونه بره. بصوا يا جماعه الخير، الراوتر بس، ما انا بتكلم على الراوتر. بص شوف انا بس عشان خاطر ايه حابب ارد على الكابتن وائل جمعه. بص حضرتك شايف بيشرح الاصابه، في حد يشرح الاصابه بالانفعال ده اهو، انا عايزك تركز في الثلاث صور اهو، شايف اهو، انا قلت ما شوتش، دي اللي اسمها مراسلنا وصديقنا الاعلام الكبير في ليبيا منذر المتجول. الثانيه اللي بيضم فيها اكتافه دي، انت عارف ان انا مصاب. التالتة راجل بيشاور للاصابة لكروش وائل جمعة. واضحة وضوح الشمس التلات نقاطهم. ردا على الكابتن وائل جمعة. وادي الفيديو اهو، اهو شايف برضه اهو، شوف بس الرياكشن. هو احنا شايف اهو. ده واحد بيشرح اصابة يا كابتن وائل؟ ده عبد الناصر فيدان يرد على وائل جمعة. خلينا ناخدها على محمل ايجابي جدا. مفيش مشكلة، بس انا حبيت ارد على كده، انا محترم مشاهدي. صح. كل تقدير والاحترام لكابتن وائل جمعه حبيبي وحبيبك، انا عارف طبعا، لكن انا بقول احنا هنا بننتقد الموقف نفسه. هل الشناوي مثلا كانت اصابه فجائيه، وبالتالي لو كان المشهد ده كده اصابه فجائيه راجل شعر بيها،
كان هيبقى طالع حزين طالع زعلان مفيش مشكله خالص، ولكن هو طالع متضايق رد فعله، وانت عارف الشناوي الثبات الانفعالي بتاعه علشان يبقى طالع بكميه الغضب والحزن ده ويتكلم ده، لا هو شايل ومعبي وواضح انه كان مبلغ وقايل. فاحنا بنتكلم على رد فعل النادي الاهلي زي ما انا بقول لك، كان في تواصل ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والكابتن سيد عبد الحفيظ رئيس جهاز الكوره او مدير الكوره في النادي الاهلي، ان يكون في تواصل مع الشناوي اولا من الناحيه الطبيه اشعه سريعه للاطمئنان على حالته، ثانيا الاجتماع بالشناوي لمعرفه كواليس واسباب وتداعيات الاصابه علشان بعدها الاهلي هيكون ليه رد فعل. ماشي يا احمد عشان ما نكررش يا احمد قلنا الكلام ده والنبي او مع ثاني. خليني اقول لك برضه بس ان يعني الشناوي كان الفتره اللي خلال الساعات الماضيه ما قبل المباراه واشتغل جلسات علاجيه وتاهيليه، من نهايه المباراه الماضيه وهو كان يشعر بالام خفيفه في العضله الخلفيه، وكان باين في اللقطه اللي كان الحضري بس فيها راسه وحللناها انه كان متحامل على نفسه. الشناوي رغم اصابته شارك في مباراه ليبيا اللي اقيمت في ليبيا منذ، وكان مبلغ ببعض الالام اللي بيشعر بها، بعض الامور التدريبيه وهو بيأديها كان بيشعر بالام، فيا جماعه ما ينفعش اشوط انا عندي اصابه انا كده بتحمل على نفسي. فكان الرد الطبيعي من عصام الحضري هتقدر ما فيش مشكله العب كمل، فاصيب وبناء عليه هو طالع. شفنا المشهد ده، فالشناوي مبلغ بمعاناته من الام في العضله الخلفيه، ولكن يبدو ان عصام الحضري او للجهاز الفني راي اخر. الجهاز الفني للمنتخب مطالب بتصحيح الحال، لان الاهلي كده هو اللي هيتعاقب، هيخسر حد بقيمه الشناوي بفتره ربما تصل لشهر. نتمنى تكون الاصابه خفيفه، وده وفقا للاشعه اللي هتتحدث خلال الساعات الماضيه. النادي الاهلي هيجتمع بالشناوي فور وصوله، ده خبر احنا بننترب بيه مع حضرتك يعني. طيب ده كل لقطه المباراه اللي حديث العالم انفردنا بكل تفاصيلها بدري بدري، وجاءنا كمان هذه الصوره من غرفه خلق الملابس، يعني نفس الغرفة اللي احنا كنا فيها في استاد برلين لما كنا بنلعب يوم النجوم العالمي. كنا في نفس الغرفة دي مع فأديكم شايفين الفرحة من داخل ملعب برلين في بني غازي المنتخب القومي المصري. وهذه اللقطة انا بس لفت احمد مجاهد لا لفت نظري حاجة. انا سيبك احمد مجاهد مين مش موجود في الصورة يا راجل، مش هو اللي موجود دي، انا سيبك منه. اللقطة حلوة اللي عجبني في اللقطة، واخد بالك انت، الفوق اللي لابسينها. ليه؟ كنت الوم دائما على ان اللعيبه تعبر عن فرحتها وهي في مشهد ربما يجرح انظار من يشاهدهم، فيبدو ان هم اللعيبه بدات تستوعب، ما تخليك الفرحه تسرقك وتبقى داخل تاخد شاور فحد يصور وانت مش جاهز للتصوير، فيبدو ان الكل مستعد. يعني حتى المشهد طالع حلو جدا جدا جدا، وهذه صوره الفرحه بننفرد بها معاكم، صورة أول فرحة لمنتخب مصر القومي من غرفة خلق الملابس من داخل ملعب برلين أو يطلق عليه ملعب الشهداء في بني غازي، بعد الفوز 3-0 على ليبيا. بعد الفوز 3-0 على ليبيا، دي أول صورة وصلتنا من ملعب برلين. يعني هو الكل متناقلها والكل بيتكلم عنها. ده موضوع الحضري اللي انفردنا بتفاصيله وكواليسه، وموضوع كمان الماتش، ولسه هنكمل معاكم بشكل كبير جدا جدا جدا. طيب الموضوع الثاني حديث العالم، وهنرجع نتكلم تاني على الماتش وهنفتح تليفونات وناخد رايكم في الماتش. الموضوع الثاني حديث العالم الاهلاوي في كل العالم مباشرة كده، علشان قبل ما الناس تتعب وتنام، موضوع موسيماني. زي ما انفردنا الحمد لله بموضوع الحضري، عندنا انفراد من العيار الثقيل في موضوع موسيماني. قبل ما اسيب التفاصيل للاستاذ احمد، خليني اعلن على مسؤوليتي الشخصية. اعلن على مسؤوليتي الشخصية. الاهلي يعلن تمديد عقده رسميا مع موسيماني خلال ساعات. اهو بقول لك تاني، على مسؤوليتي الشخصيه، الاهلي يعلن تمديد عقده مع موسيماني خلال ساعات، ولا عزاء للهبيده والكذابين والاونطجيه. وبرضه مفيش حد بيتربى،
لان الناس اللي وقعت في الفخ بتاع الموقع الفيك المغربي اللي نقل عنه الموقع الجنوب افريقي لم تتعلم الدرس ووقعت في نفس الفخ ثانية. فراه النهاردة هبيدة ومع الهبيدة في اسامي محترمة وقعت ضحية لهذا الهبد. على مسؤوليتي الشخصية الاهلي يمدد عقده مع موسيماني خلال ساعات. لا صحة بالمرة عن اي كعبلة في المفاوضات. وخليني اقول لك القضية، وانا بشكر بعض الاصدقاء في النادي الاهلي وبعض الاصدقاء المحترمين، مش عايز اقول اسماء بس عشان خاطر عندنا حقد ابن كلب من اصحابنا بيتصلوا بالناس في الاهلي يقول لهم اشمعنى عبد الناصر، على فكره انا ما بكلمش مسؤولين في الاهلي، ولكن انا ليا مدرسه وليا علاقات خفيه كده ربنا بيكرمني. يعني تواصلنا مع السيده زوجة موسيماني بعلاقتنا الشخصيه وعن طريق احد الاصدقاء وترجم لنا، وسالناها ثلاث اسئله. السؤال الأول، هل في تعطيل في المفاوضات وصلت لطريق مسدود؟ أجابت بلا. هل في طلبات تعجيزية كما قيل أن موسيماني من خلال حضرتك طالب 3 شهور شرط جزائي في حالة فوزه بالدوري لو أراد الرحيل، و6 شهور شرط جزائي لو خسر بطولة أفريقيا والأهلي أراد أن يقيله؟ قالت هذه الأمور التفاوضية لا يمكن الحديث فيها للإعلام، نطلب ما نراه مناسبا لنا، والأهلي من خلال أمير توفيق يتحدث فيما يتناسب معاه، ولكن موسيماني يعتبر الأهلي مشروعه والأهلي يقدر موسيماني لأبعد الحدود ولن نقف أمام أي عائق. ورفضت أنها تتكلم في هذه الأمور تماما. السؤال الثالث، ما كتب في جنوب أفريقيا حول بعض العروض التي وصلت إلى ما يقرب من 400,000 دولار، وانكم بتستغلوا ده للضغط على النادي الاهلي. كانت الاجابه في كلمه ونص، بيتسو موسيماني يعشق الاهلي وجماهيره وكل يوم بيجي لنا عروض، ولكن هل احنا مشينا من الاهلي ولا احنا موجودين؟ واكدت على ان موسيماني يتبقى في عقده عام، وان هذا تمديد ليصبح بدل العام عامين. فأنا بتساءل بقى، أنت يلي قلت مفيش، مصدرك مين؟ صحافة جنوب أفريقيا اللي بتقرأ قرآن؟ بتقرأ قرآن في جنوب أفريقيا؟ وإحنا هنا هذا انفرادي. خلال ساعات موسيماني رسميا يمدد عقده والأهلي يعلن ذلك رسميا. كابتن محمود الخطيب لم يلتقي موسيماني وسيلتقيه بشكل دوري زي ما هو، واقول لك على مفاجأة، حتى صورة التمديد هتكون مع امير توفيق. ولو حصل وان التقى الكابتن محمود الخطيب موسيماني هيكون بعد انهاء الامر برمته. ماذا لديك من معلومات يا استاذ احمد؟ اتفضل. متفق معاك في كل كلمة قلتها يا استاذ عبد الناصر. اتقال النهاردة وليد النهاردة اتقال، لان النهاردة كان في جلسة منذ ساعات، جلسة ما بين امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في النادي الاهلي مع زوجة موسيماني اللي هي مديرة أعماله ومسكة الشركة الراعية أو الشركة الخاصة بتسويق موسيماني والجهاز الفني الخاص بيه. كان في اجتماع من حوالي أسبوع أو 10 أيام، وكان في اجتماع منذ ساعات. بمجرد نهاية الاجتماع خرجت أنباء إن موسيماني محطوط أمور تعجيزية، إن وكيلته طالبة أمور تفاوضية غالية، الأهلي بيقول إن لو عايز يمشي يمشي، لكن للأسف محدش حاول يتحرك دقة. خلينا نقول هي زوجته هي وكيلة أعماله، فالاجتماع ما هو إلا أمور تفاوضية، كل طرف زي ما يقولوا كده بيحطوا طلباته على الترابيزة وفي الآخر بيتقابلوا في منطقة وسط. أنا باخد 5 قروش. وخلينا لك ولازم تقول إنها وكيلة شاطرة وبترمي معلومات لصحافة في جنوب أفريقيا
وعارفه ان في معيز في مصر بينقلوا بالاونطه وبينقلوا من غير ما بيفكروا. ده حقيقه. هي لدرجه ان انا بقول لصديق ليا في النادي الاهلي مسؤول، بقول له ايه؟ بقول له طب يا عم اقول لك على حاجه، بدل الستات متعبين كده، فايلر مراته مشته ودي قاعده تسرب عشان تحل الشغلانه. خلي بالك ما قيل في الاعلام عكس اللي في الغرف المغلقه، مش عكسه يعني كذب، لا يعني تحليه الموضوع. يعني ست ذكيه مش من السهل توديك ان موسيماني يمدد بسهوله، فلازم توديك للقطه الاخيره. موسيماني باع الناس دي كلها لانه اشترى الاهلي وجماهيره، فالسيناريو ده بيتعامل بدقه، والهبيده شاربين الطعم ومش فاهمين حاجه. فبقول لصديقي ده المسؤول في النادي الاهلي، بقول له يا عم بعد ما يخلص موسيماني فترته مع الاهلي على خير ان شاء الله، وبدورنا على مدير فني ما يكونش متجوز او يكون مطلق، بدل العقده كل ما يجي مدير فني للاهلي تبقى المشكله في مراته. فقعد يضحك يعني الشيء بالشيء يذكر. هتقول لي جنوب افريقيا بيكذبوا، اقول لك لا، هي تسريبات ذكيه من وكيله ذكيه عايزه توصلك ان موسيماني باع الدنيا كلها واشترى الاهلي وجماهيره، واحمد عنده مستند يؤكد ذلك. ويا ريت تقول لنا ده يا ابو حميد، تقول لنا انجلش وعربي. تمام، خلينا نقول لك يعني اللي مكتوب من خلال يعني احدى الصحفيات في حساب خاص بيها تي كي اندرسكور نالا. يعني مكتوب وهي كتبت، وخلينا نقول الناس ليه نقلت، لان هي كاتبه كلام بيتسو موسيماني تحسبه رسمي عمل لها لايك، وبالتالي الناس قالت خلاص ده بيتسو موسيماني متفق معاها، الراجل مش مجدد في الاهلي. هي قالت ايه؟ قالت whatever coach بيتسو decide to do next he has my support 100%. He has been a great ambassador of South Africa beyond our borders. وحطت علم جنوب افريقيا. يعني ايا كان المدير الفني بيتسو موسيماني هيقرر هيعمل ايه الفتره الجايه، احنا بندعمه 100%. هو سفير جنوب افريقيا خارج على الحدود، خارج الحدود. فراجل عمل لها لايك، يعني هي بتقول انا بدعمك ايا كان قرارك، ده مش معناه انت مكمل ولا مش مكمل ولا هتعمل ايه. فالناس قالت لا ده بتدعمه، ده معناه انه ماشي خلاص راجل مقرر ومبلغ في جنوب افريقيا والامور واقعه. للاسف يعني زي ما الناس فعلا مشيت ورا الموقع المغربي ومشيت ورا مواقع تانية كتير بدون ذكر اسماء، نفس القصه ده حصل. قالوا بيتسو موسيماني متواصل مع الصحفيين في جنوب افريقيا ومبلغهم انه مش مكمل في النادي الاهلي. الامر عاري تماما من الصح، وللاسف يعني موسيماني نفسه متكلم مع الجهاز الفني انه مكمل في النادي الاهلي، بدليل الراجل جايب مدرب يعني مخطط احمال وجايب محلل اداء لسه ما فيش يعني طازه. انا بس عايز اسال الهبيده سؤال مهم جدا طرى حد في اللايف عليك، عشان مش عايزين نطول في الموضوع ده، علشان خاطر ايه؟ الناس دي كلها بكره شكلها هيبقى وحش او بعد بكره ايا كان. موسيماني لا بكره انا تواصلت مع احد المسؤولين في النادي الاهلي بمنتهى الامانه، قال لي الرد قاطعا خلال ساعات، النادي الاهلي هيطلع بيان يوضح فيه كل هذه التفاصيل. طيب عايز افهم حاجه لو سمحت، هو موسيماني لما ليه اللكلكه دي كلها؟ ما كان راح درب منتخب جنوب افريقيا. جاوبني. هقول ايه؟ يعني اللكلكه اللي احنا فيها دي ليه؟ يعني منتخب جنوب افريقيا كان مديله 3 أضعاف المرتب، وده منتخب مش نادي. صح؟ وهو في جنوب افريقيا حتى المبالغ اللي كان بياخدها من صن داونز وكان بياخد اضعاف سنه من رجال اعمال وحاجات ثانيه بره النادي. يعني هو الفكره علشان النادي الاهلي. يعني هو الفكره علشان النادي الاهلي. لكن ودلوقتي للاسف انا عايز ارجع بس لنقطه مهمه جدا، هي مراته وكيله شاطره، فانت بتاخد $100,000 مثلا، بقول ارقام مش صحيحه. طب احنا عايزين 200 حقها، هي شايفه المنتج بتاعها يستاهل 300، لكن النادي لا 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 احنا 100 نخلي 140 خلاص متفقين يلا نجدد والموضوع منتهي. فمش عيب انها تدخل بسقف طموحات عالي علشان يبقى في تفاوض وتطلب الاحسن لجوزها او لمن تديره كوكاله اعلاميه، ده امر طبيعي في التفاوض. انت تعرف اللي مزعل الناس في الاهلي ايه؟ ان في بعض الاهلاويه والمدافعين عن الاهلي بقوه النهارده كتبوا
وراحوا لكل الشغل بتاع الهبيده والزلمطحيه، صح. والزملكاويه النهارده قعدوا ينفخوا في النار في موضوع ان موسيماني ماشي. انا لقيت 5 6 بعدين بيشتموني، يا ايوه بعدين بيشتموني. راجل اتكلم موسيماني عمل ايه في الاهلي يا ابني فنكوش، ما انت لازم تقول فنكوش عشان خاطر. طب ارد عليه اقول له ايه ده يا ابني؟ هو انا اكذب عشان خاطر إيه؟ طب انا ليا شهر شغال عكس الناس كلها، اجمع لي غلطه يعني. عبد الله السعيد كل الناس قالت في الزمالك، احنا الوحيدين اللي قلنا في الزمالك، راح فين عبد الله السعيد؟ الناس كلها قالت الاعارات، قلنا الزمالك لا يمتلك لعيبته ولا يمتلك الاعارات، طلع كلامنا ايه؟ 100 ألف حاجه، 100 ألف حاجه عملناها الحمد لله. حتى بيليا الدلدول بيتكلم عن موسيماني، انت مال امك انت؟ انت مال امك انت تتكلم عن موسيماني ليه؟ هو ويعني يا جماعه يعني الناس اللي بتتكلم بلسان الاهلي دي واللي شغاله في الاهلي، لما تلاقي بيليا الدلدول بيتكلم امشي عكسه، انت غبي. صح، يعني انت غبي عكس الاتجاه. يا ابني، ده راجل مهزوم بالكذب، ما عندوش معلومه صح من اول ما اتولد. ده انا عامل له عمل فني عديله، يعني اقول لكم ايه، انتظروا بس شوفوا اعمل فيه ايه. يعني انا لو عندي كان شك ان موسيماني ماشي، لما بيليا الدلدول كتب وعمل كمان فيديو، رحت قلت يا جماعه الخير مستحيل، انتهى الموضوع. وانا بشكر الناس اللي ساعدتني في الاهلي على التواصل مع احد المترجمين اللي على علاقه بالوكيله او زوجه السيد بيتسو موسيماني، وعشان اجيب لكم الاربع 5 جمل دول. يعني هي محتاجه فكاكه؟ بيليا هو هذا الدلدول الأمر، من امتى قال حاجه صدق؟ يعني بيليا الدلدول من امتى قال حاجه صدق عشان تمشي وراه؟ بيليا الدلدول مصدر للاهلاويه؟ ده ايه الزمن اللي ماشي بالمقلوب ده؟ حاجة غريبة يعني. وهذا الامر لا يقلل برضه برضه نظر من البعض اللي اجتهد وحاول، لكن يعني الحمد لله احنا ربنا بيوفقنا عشان بنتعب في ما الملفات دي فيش كلها. اي تسريبات حصلت من التفاوض، كله مبني على شائعات، والناس اللي ويتقال وسط ارقام مغلوطه، عشان برضه اوضح، يتقال ارقام مغلوطه. هو الاهلي يا احمد من امتى يتكلم في ارقام يا احمد؟ لا الاهلي ما اتكلمش في ارقام، بس في ناس كتبت ده قاعد ايوه ماشي. ما يتكلم هو على ما انا عايز يعني اللي قال طالب 200 ألف دولار، ما احنا سالنا طب ما تقول لنا المرتب كام عشان نعرف ال 200 ألف دولار دي بناء عليه. هو في حد يعرف مرتب بيتسو موسيماني كام يا احمد؟ وبعدين الناس قالت كمان ده الموسم الثاني اللي هو اوريدي عقد هو ماضي عليه، اللي هو الموسم اللي هيبدأ هو طالب بتعديل الراتب الخاص بيه، اذا كان ده اوريدي حاجه احنا متفقين عليها وجلسه التفاوض خاصه بيه، عقد لسه هيبدأ من السنه اللي بعدها. فيعني اتقال كلام كتير وتفاصيل، لكن الصحيح كان في جلسه، الصحيح كان في عروض او طلبات ماليه من وكيلته، ربما يكون مبالغ فيها بعض الشيء، ده امر طبيعي، ده تفاوض. انا شايف ان وموكلي يحتاج اكتر من كده مليون مره، ده طبيعي، لكن ده برضه في نفس الوقت عرضنا، خلاص يلا نتقابل نقعد، اوكي اتفقنا. وفي الاول وفي النهايه كان في كلمه اتقال، انتوا عايزين الراجل يكمل في الاهلي؟ فالاهلي قال احنا عايزينه، ووكيلته قالت واحنا عايزينه. فده معنى القصه بمنتهى الامانه، عشان كده بقول لك خلال ساعات الاهلي في بيان هيوضح، يعني ربما ان لم يكن الاعلام بالتجديد هيوضح كواليس التجديد والامور الايجابيه جدا في التجديد لموسيماني والابقاء عليه. تمام. ده بالنسبه لموضوع موسيماني وموضوع يا جماعه الخير السيد عصام الحضري وازمته مع الشناوي. حبينا ننفرد بما لدينا قبل ما حد يتكلم في هذه الأمور، وأرجع لك تاني مع باقي أخبار النادي الأهلي يا أستاذ أحمد. يعني تمام، يعني خليني سريعا اقول لك بس خبر برضو مهم، النادي الاهلي هيكرم الكابتن محمود الخطيب، هياخد قرار او خد قرار بتكريم الكابتن حسن حمدي وحسن مصطفى ومنحهم القلاده الذهبيه، حاجه محترمه جدا جدا، عطاء على مدار اكثر من 50 عام في خدمه النادي الاهلي في مناصب مختلفه، سواء كابتن حسن حمدي او كابتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد. حفله هيتعمل في دار الاوبرا 20 يوم 20 اكتوبر، منح الثنائي القلاده الذهبيه للكابتن حسن حمدي وللكابتن حسن مصطفى. اعتقد قرار صائب من الكابتن محمود الخطيب، لكن هيضايق ناس كتير يعني.
طيب ده بالنسبة. طب هل عندك حاجة تانية عشان ما نرجعلكش تاني بالمرة؟ يعني هي الاخبار كلها بس زي ما احنا انفرضنا بالامس، محمود وحيد خارج حسابات موسيماني في السفر للنايجر، موقف الشناوي هيتحدد خلال ساعات، الدوليين هينضموا للتدريبات، الاهلي موسيماني قرر رحل الفريق من التدريبات يوم الثلاثاء اليوم 12، الفريق رحل من التدريبات 13 الاربع، الفريق اتمرن كله بتواجد اللعيبه الدوليين، والسفر يوم 14 زي ما انا بقول، تاكد غياب محمود وحيد ويعني اللعيبه هتم مسح الكورونا كمان قبل السفر للاطمئنان عليهم، وزي ما انا قلت يعني التصريحات كابتن وليد سليمان كانت مغطيه واتكلمنا فيها امبارح، يعني دي كل الاخبار اللي معانا عشان ما اطولش عليك. اشكرك شكرا جزيلا يا استاذ احمد. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ عبد الناصر.